استاذ احمد، ممكن تعرف نفسك وايه الورق اللي حضرتك؟ انا احمد عبد الحميد، انا المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني. انا بوزع ورق بيان صادر عن تيار الاستقلال الوطني، ده البيان الثالث لينا. احنا بنتكلم على ان احنا هنا معتصمين في الميدان لمجموعه، لتحقيق مجموعه من الاهداف الخاصه بالثوره. فعليا احنا شايفين ان الثوره لم تحقق جزءا كبيرا من مطالبها، اهمها ان فعليا ان مبارك لم يحاكم حتى الان، مبارك يحظى برعايه وحمايه لا يحظاها اي فرد من افراد المواطنين المصريين. بنتحدث عن ان مجموعه الضباط الذين ساهموا في قتل الثوار شهداء ثوره 25 يناير حتى الان لم يحاكموا محاكمه عادله، محاكمه في الوقت الذي يحاكم فيه مدنيين ويحالوا الى المحاكم العسكريه جزء منهم من الثوار. نحن هنا لنطالب مجموعه من الاهداف الاساسيه، هي مجموعه اهداف توافقيه وطنيه. اغلب المجموعات الثوريه الان الموجوده في الميدان متفقين عليها، اولا حاله الضباط، ضباط الداخليه الى محاكم عاجله، في لا نطالب ان هم يحالوا الى محاكم عسكريه بل يحالوا الى محاكم جنائيه، لكن في دوائر خاصه لسهوله البت وسرعه البت في فصل هذه القضايا. بنتحدث عن ان المجلس العسكري تحديد صلاحياته بشكل رئيسي وتقليص صلاحياته على الحكومه المنتخبه بشكل رئيسي من الميدان. بنتحدث عن هدف ثالث لينا وهو اقاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واقاله النائب العام. بنتحدث عن مطلب رابع وهو وقف تام لكل المحاكمات العسكريه. بنتحدث عن مطلب خامس هو تفكيك كل مراكز قوى النظام وابرزها وزاره الداخليه. وزاره الداخليه التي كانت مساهمه بشكل رئيسي في عمليات الافساد والاستبداد للنظام السابق المخلوع، نطالب باعاده هيكله هذه الوزاره بان يصبح على راسها وزير مدني وان يشرف عليها اشراف قضائي. بنطالب ايضا بنرى اهميه اعاده النظر في المجموعه التي تتراس الان وزاره الخارجيه، بيانات وتصريحات وزاره الخارجيه والوزير الجديد نفس نبره النظام السابق. الوزير الخارجيه هو وثيق الصله بالمجموعه الاسرائيليه، وزير الخارجيه الحالي بشكل رئيسي هو يعبر عن وجه النظام السابق لا يعبر عن وجه الثوره. نحن نرى ان مصر لن يحدث فيها مشروع نهضوي الا باعاده دورها المركزي والقائد في المنطقه العربيه. هل استاذ احمد في ردود حصلت ليكم او حصل رد من المجلس العسكري او من الدكتور عصام شرف؟ بالنسبه للدكتور عصام شرف، هم طبعا حالوا مجموعه ال 500 وكسر للضباط والعقود اللواءات. في اتصال مباشر بينكم؟ لا لا لا، مفيش اتصال ما بيننا من المجلس العسكري وعصام شرف. مفيش. لا لا حقيقه. مفيش اي ردود حتى عبر الوسائط او اي حاجه؟ احنا مجموعه ثوريه حقيقه، مجموعه ثوريه تشكلت بنيتها حديثا، وان كانت خرجت من رحم الثوره، جزء كبير جدا من مكونها الاساسي شارك في الثوره من مجموعات ايديولوجيه وسياسيه مختلفه ما بين ليبراليين ويسار ومجموعه اسلاميه. نحن نهدف لمشروع استراتيجي، مشروع استراتيجي بنرى ان الثوره اهدافها المركزيه الاستراتيجيه الاساسيه بتتحدد في اربع اهداف رئيسيه: استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، نتحدث عن عداله اجتماعيه، نتحدث عن اعاده لدور مصر القائد في المنطقه العربيه. هل يوجد وقت زمن معين يعني لفك الاعتصام؟ يوجد وقت زمن محدد؟ لا يوجد وقت زمن محدد يرتهم بشكل رئيسي بتحقيق الاهداف التي ذكرتها في بدايه الحديث. شكرا يا فندم.